الو، ايوه نعم، ايوه هنا بيت رياض يوسف، بس هو مش موجود. في حاجه يا ابني؟ مستشفى ايه؟ طب استنى يا اخويا، ما تقفلش يا رب اصحى قوم اصحى اصحى. ماله رياضة ده في ايه؟ خد رد انت. الو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه ماله؟ ايه؟ امتى حصل؟ طب هو فين دلوقتي؟ مستشفى ايه؟ الو، ايوه هشام، في ايه يا حبيبي؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ ازاي الكلام ده؟ فضلك قسم الحوادث هنا بلغونا عن حادثة عربية. باسم مين يا فندم؟ باسم رياض يوسف عز الدين. ايوه مظبوط. طيب عايز اطمن ابني جراله حاجة؟ ايوه فكرة. الناس بتوع عربية نقل الموبيلي اخبارهم ايه؟ الاثنين؟ الباقية في حياتكم. مات؟ رياض مات؟ انت بتقول ايه؟ بابا! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سايبني لمين يا رياض؟ سايب ريهام وراد والبيت واللي في بطني ده، هيقول لي مين يا بابا؟ ده ولادك التلاته ما لحقوش يقولوا لك يا بابا، ما لحقتش تسمعها منهم يا رياض. يا حبيبي يا حبيبي يا ابني، سبتني لمين يا رياض؟ يا حبيبي يا غالي، يا اللي ما كنتش تقول لي غير حاضر يا امي. ابدا عمرك ما كسرت لي كلمه. حاضر يا امي في الراحه وفي الجايه. يا مرضيني كسرت ظهري يا حبيبي، يا اللي قلبي شافك قبل عيني يا رياض. يا نور عيني يا روح قلبي.
اللي كسرت سرايا من فضل خلاص، اتكسرت من بعدك يا حبيبي خلاص، خلاص يا روحي، خلاص يا رياض. مين هيخش ويطلع عليا يا رياض؟ مين يا ناس؟ يا ربي الصبر من عندك. حرام عليكي، ما تعمليش كده، انت كده بتعذبيه. يا جماعه ترحموا عليه، ما تقلقوش منامه في ليله وحدته. ويوم يقول نادوا يا زنت الشباب يا اخو، يا حبيبي اتخطفت بدري يا رياض. يا حبيبي يا رياض، ما تعمليش في روحك كده، ده يزعل منك بالشكل ده. كفايه حبيبتي عشان اللي في بطنك.